نحن شيوخ ووجهاء قبيلة بني تميم في محافظة واسط، نعلن عن موقفنا الثابت والداعم تجاه أبنائنا المتظاهرين السلميين، وندعو جميع شيوخ القبائل والعشائر للوقوف معهم ومساندتهم ومقاطعة جميع الفاسدين، فلا مجاملة على حساب دماء الشهداء الزكية. نؤكد موقفنا باستنكار الجريمة البشعة التي طالت أحد بيوتات بني تميم بيت الثائر قاسم بهلول عيسى واستهدافه للمرة الثانية، ونتعهد بملاحقة المجرمين قانونيا وعشائريا، كما نعاهد أبنائنا المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوق الشعب المشروعة بأننا سند لهم حتى تحقيق كافة مطالبهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل، نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. يرجى منكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم نتكلم عن موضوع استمرار مسلسل وملف إغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم المدمرة. هذه الخطة الحكومية مستمرة منذ عام 2019 ولغاية اليوم واجهت انتقادات كثيرة، واجهت تقارير دولية تدعو الحكومة إلى التوقف عن هذا الموضوع، عن هذه السياسة، إلى اللجوء إلى الخيارات الصحيحة وهي إعادة إعمار المناطق المدمرة أو توفير السكن الملائم للعوائل التي ستطرد من المخيمات لتذهب إلى أماكن مدمرة دمار كامل. نبدأ من تقرير منظمة Human Rights Watch بهذا الصدد، حيث حذرت منظمة Human Rights Watch من أن عمليات إغلاق مخيمات النازحين في العراق ستؤدي لتشريد سكان هذه المخيمات وستفاقم من حالة الفقر التي يعيشها النازحون. قالت المنظمة أن إجبار النازحين على إخلاء المخيمات بمهلة أقل من 24 ساعة دون توفير بدائل أمر سيزيد من معاناة النازحين، مطالبة بإعطائهم حرية التنقل، لا سيما أنهم كانوا في مخيمات هي أشبه بسجون في الهواء الطلق بحسب تعبير المنظمة. طبعا الباحثة في المنظمة الحقوقية بلقيس والي أكدت أنها وثقت إجبار السلطات في العراق الأسر النازحة على ترك المخيمات والعودة إلى مناطقها الأصلية دون مراعاة الظروف الأمنية ولا ضمان سلامة تلك الأسر وإمكانية عودتها إلى الأماكن التي نزحت منها. هذا تقرير لمنظمة Human Rights Watch معنية بحقوق الإنسان، تنظر إلى الوضع في العراق من نظرة محايدة تختلف عن الأطراف جميعا، وترى بأن الوضع في العراق هو وضع خطير جدا ومأساوي فيما يتعلق بقضية النازحين. تتساءل منظمة Human Rights Watch عن مصير هذه العوائل التي ستترك في العراء خلال مدة 24 ساعة أعطتهم الحكومة هذه المهلة لترك مخيماتهم والذهاب إلى مناطقهم المنكوبة جراء العمليات العسكرية. طيب، أسئلة كثيرة تطرح في هذا الخصوص، لماذا لم توفر الحكومة أو حكومات الاحتلال المتعاقبة، طبعا نحن لا نتحدث عن حكومة بعينها لأنه الكل شريك فيما يحدث، لماذا لم توفر هذه الحكومات الكاظمي أو من سبقه من حكومات أخرى المكان الملائم للنازحين للعودة إلى مناطقهم؟ لماذا لا تزال بعض المناطق في العراق تعاني من منع أهلها من العودة إليها؟ جرف الصخر مثال يذكر. لماذا لا تزال بعض المناطق منكوبة، تصل نسبة الدمار في بعض منها إلى أكثر من 90% كما هو الجانب الأيمن في مدينة الموصل؟ غيرها من مناطق أخرى تتعرض بها العوائل التي تريد العودة إلى مضايقات من الميليشيات، إلى عمليات ابتزاز، إلى عمليات سرقة، إلى اختطاف، إلى اعتقال بدون مذكرات قضائية لأسباب طائفية، منها لأسباب أخرى مرتبطة بعملية التغيير الديموغرافي وغيرها. كل هذه التساؤلات توجه إلى سلطة مصطفى الكاظمي تحديدا باعتباره هو المسؤول الآن على الوضع في العراق، وموضوع أن حكومته لا تزال مستمرة في عملية ترحيل النازحين
دون توفير المكان الملائم لعودتهم. طيب، منظمة الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من إغلاق المخيمات في العراق، معتبرة أن عودة النازحين يجب أن تكون طوعية. وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إيرينا فوياشكوفا أنها تشعر بالقلق البالغ إزاء نقل آلاف المدنيين من المخيمات خلال الأسابيع الستة الماضية. طبعا أضافت أن الحكومة أغلقت 11 مخيما ما أثر على نحو 27 ألف شخص، 78% منهم من النساء والأطفال، وتعتبر سلامتهم أمرا مقلقا للغاية بالنسبة للأمم المتحدة. طبعا يعني هذه أيضا من مساوئ هذه المنظمة الدولية، أنها تعبر عن القلق فقط فيما يتعلق بالقضية العراقية، لكن لم تتدخل إطلاقا لوقف انتهاكات يتعرض لها العراقيون من قبل السلطات الحكومية، من قبل الميليشيات التي ترعاها حكومات ما بعد الاحتلال. من معنا؟ معنا السيدة أم أحمد من الموصل، تفضلي. السيدة أم أحمد من الموصل تسمعني؟ أم أحمد موجودة؟ غير جاهزة السيدة أم أحمد من الموصل. طبعا صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية انتقدت السلطات الحكومية في العراق لطردها آلاف المواطنين من مخيمات النزوح دون تقديم دعم لهم. قالت الصحيفة إن 75% من النازحين غادروا المخيمات إجباريا وهم معرضون للخطر الآن. ونقلت عن قيادة القيادة المركزية الأمريكية، قائد القيادة المركزية الأمريكية فرانك ماكنزي، أن الأطفال النازحين يمثلون مشكلة استراتيجية ستكون لها نتائج كارثية إن لم تحل بشكل فوري. طبعا الأطراف المسببة تتحدث عن قلقها، يعني الولايات المتحدة هي أساس الخراب في العراق، وهي التي بطيرانها بقيادة التحالف الدولي قصفت هذه المناطق التي تشرد أهلها، لم تساهم في إعادة إعمار العراق. وطبعا يبقى الموضوع قائم، المعاناة قائمة بالنسبة للعراقيين، أكثر من 1.5 مليون نازح ومهجر في المخيمات لا يزالون. تحاول الحكومة الآن، حكومة مصطفى الكاظمي، طردهم من هذه المخيمات وإعادتهم إلى مناطق مدمرة، إلى أنقاض، إلى مناطق لا تزال فيها الرمانات اليدوية، الألغام، الجثث لا تزال تحت أنقاض هذه المنازل. لم تتحرك الحكومة لإعمارها. يبقى السؤال أنه ما مصير هذه العوائل؟ إلى أين سيذهبون؟ أين سيسكنون؟ كيف سيعيشون في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العراق؟ أولا كبلد اقترب من الإفلاس وأزمة اقتصادية خانقة، كبلد يعاني من تفشي فيروس كورونا، كبلد يعاني من تفشي السلاح انتشاره بيد الميليشيات وفرق الموت، وفقدان الحكومة السيطرة على كل مفاصل الدولة باعتبار أنه السلاح المنفلت والميليشيات والنظام الصحي المنهار، وكذلك غياب المادة المال لتعمير هذه المناطق، كلها أزمات. طبعا فقدت السلطة السيطرة الآن على الوضع في العراق بشكل كبير، وما تسعى إليه يراه كثيرون أنه لأغراض انتخابية. من معنا الآن؟ السيدة أم أحمد من الموصل، تفضلي. أم أحمد من الموصل، شارك أستاذ محمد، أهلا وسهلا، حياك الله. شارك أخوي، الله يبارك بيك. والله على مود المعتقلين، شو سكتة سكتة واحدة عنهم. نعم. ألو، أسمعك يا أم أحمد. على مود المعتقلين. على مود المعتقلين، شو سكتة سكتة عنهم. نعم. هم شو وقت حكوا بموضوع المعتقلين حتى يسكتون هسه؟ زوجي معتقل بالموصل. والله بريء، والله ما لا داعش لا شيء، حكموا بالإعدام وإحنا خاف عليه. يريدون ينقلونهم على الناصرية وخارج يعدمون بالناصرية. نعم. ايه هو محكوم، والله ما داعش هو، وهو اصلا اهله كلهم قاتلينهم الدواعش. نعم. ايه وشغلة كيدية من قرايبنا والله العظيم. نعم. ايه ونسمع يحكمونهم بالاعدام الناصرية دا يعدمونهم. نعم. ايه هو بالموصل سمعنا خبر يريدون ينقلون اهل الموصل هم المحكومين. وسام من يحكي؟ مدى اسمعه؟ شان؟ ام احمد؟ الو اسمعك، تفضلي. ايه على
محمود المعتقلين. نعم نعم وضحت الفكره يا ام احمد. زوجك صار له قد معتقل؟ زوجك صار له قد معتقل؟ والله صار له سنه بال 2019 بال 2019 شهر التاسع اخذوه. نعم اي والله ما طول شهرا عسر حكموه، حاكمينه دا اعدام ولا داعش الى شيء والله العظيم. نعم اي والله احنا نخاف عليه، يقولون ياخذونهم يعذبونهم. يعني حكمه عليه، حكمه عليه انه هو داعشي بناء على اي ادله؟ شنو ادلتهم انه هو داعشي؟ ادلتهم الله تحت التعذيب، قالوا له يا تعترف يا نجيب زوجتك يا بنتك. نعم نعم اي واعترف تحت التعذيب خلوه. نعم قالوا هيك الحكي. هاي منو بالضبط؟ يا طرف حكومي سيده ام احمد؟ والله امن الوطني بتلع فار. الامن الوطني بتلعفر. نعم اي والله خلاه بالتعذيب، وهو عنده ضغط وما يتحمل، وقالوا له اذا ما تعترف بصموه على اوراق، والله ما هو معترف عليه. نعم نعم سيده ام احمد انا اشكرك والله، يكون بعونكم، ونتمنى هذا الصوت يوصل الى من يهمه الامر. هذا نتمنى ايضا يوصل هذا الصوت الى مصطفى الكاظمي لما يروح يلتقي بفالح الفياض مستشار الامن الوطني، اللي الامن الوطني دا يلعب بالناس لعب ودا يكتبهم اعترافات بالتعذيب تحت التعذيب حتى يوقعون ان هم دواعش ويهددوهم باعراضهم اذا ما يعترفون. هذا كلام، هذا صوت امراه عراقيه زوجها محكوم عليه بالاعدام بسبب الجهه اللي روح مصطفى الكاظم يلتقي بيهم ويحط ايده على صدره ويلبس ملابسهم، ملابس الميليشيات، ملابس فرق الموت والاغتيالات. هذا كلامي لهذا الشخص الذي يسعى الآن إلى إيصال نفسه قدر المستطاع إلى المرحلة الانتخابية القادمة حتى يشارك بها، وحتى يقول للعراقيين كالعادة من الوعود الفارغة طبعا أنه حسوي لكم وكذا، بس أنا ما عندي العصا السحرية. هاي الجملة اللي كررها أكثر من مرة. طيب معنا السيدة أم يوسف من الأنبار، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أم يوسف. الله شاك استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ. احنا يعني نحكي على يعني على كنا متهجرين. نعم يعني ورجعنا الاماكن يعني، وما يعني رجعت لبيتي اصلا، ما لقيت يعني منزل بيتي ولا لقيت اي شيء بي. اولا انا كنت قاعده ايجار. نعم رجعت ما لقيت كل شيء يعني بمنطقتي، رحت بغير منطقة هم قعدت أجار. نعم ويعني وحياة مأساة يعني ما حد يلتفت عينه لا من السياسيين لا من أي شيء. هاي مال الهجرة والمهجرين مال المنحة أي ينزلوننا إياها وردون يقفلوها، يقولون ما يعني نزلوها بس بالاسم وماكو. انت شلون تستلموها؟ يعني شرد اقول لك على هي على الكيكارت، سوونا كيكارت بس نزلونا اياها مرتين وبعد ما نزلوها. نعم هذا الكلام من يعني شو وقت اخر يعني مره نزلوها؟ ما اعرف شو اقول لك، صار له هوايه يعني. شو اقول لك من رجعنا؟ نعم شو وقت رجعت؟ بعد ما نزلونا اياها فردنا يعني، هي من صارت الهجره. والله وأنا يعني هسه شو أقول لك على حياتنا المأساة يعني. نعم. يعني مهجرين. نعم. ورجلي عاجز يعني، شاهد الله ومحمد أنا أمرأة عراقية وارد أسمع صوتي للأمة العربية كلها يعني. أيسنا إحنا من السياسيين؟ نعم. يعني رجلي عاجز، كليات كليتها. نعم. وحدة ما صار لها شهر، نص شهر من شالوها. نعم. هاي الثانية ضربت أكياس مائية بعد. نعم. لأسبوعين عنده فتح صدر أكياس مائية، ويعني حالته حيل مأساة حيل، وما عنده معين وقاعدة إيجار. نعم. وهذا بالإيجار صار له 3-4 أشهر يقول لي فرغي لي البيت. نعم. على مود 50,000 دينار أنا مطلوبة هسه إيجار 4 أشهر. نعم. يعني وأنا أتمناك يا أستاذ محمد توصل صوتي، ما أريد يوصل للسياسيين، أريد يوصل للشيوخ العشائر، أريد يوصل للخيرين، لأهل الغيرة، لأهل الشرف، مو يقولون. نعم. الحرمة بشارب الخير. احنا كلمه حق نقولها يا سيده ام يوسف. بالحلقه اللي فاتت وياي كانت ايضا حضرتك اتصلتي، اتصل بينا احد الاخوه العراقيين من محافظه نينوى من مدينه الموصل، وقال بانه ان شاء الله حنوصل مساعده الى السيده ام يوسف.
يعني هذا اللي دا يصير بمدينة الموصل يبدو في صلاة الجمعة بعد الصلاة هناك عملية جمع إلى المحتاجين. يعني إن شاء الله بإذن الله تكون أكو طريقة تتواصلون بها ويا هذا الشخص حتى توصل لكم المساعدات، وإذا هو يسمع من خلال البرنامج يعني هاي رسالة أيضا إلى الشخص المعني أنه نذكره بهذا الموضوع. والله يا أخي يا أستاذ محمد والله حياتي مأساة، يعني شو أقول لك، يعني لا يعني لا عنده معين، وهذا رجل يعني زوجي هلي عاجز وقاعد عنده عمليتين هسه ورا العملية هاي اللي سواها من رفع الكلى، ورا عنده ما الصدر وعنده تنظيف للكلى الثانية، يعني وأنا أمرأة عراقية وما عنده معين وهذا والإجار صار هسه طب قوية لثلاث أشهر، هذا الشهر الجديد أربعة أشهر، يعني ما حد يباوع على الشعب العراقي، ما حد يباوع على المأساة هو يعني الشعب اللي بيها، يعني أنا امرأة عراقية ما أناشد ما أريد في السياسية، أريد من الخيري من أهل الغيرة من الشيوخ العشائر. طيب. يباعون على امرأة عراقية حالتها مأساة وزو يعني ورجل طريح في راسي. أم يعني يوسف وصل صوتك، يعني أشكرك سيد أم يوسف من الأنبار، هذه رسالة وجهت إلى شيوخ العشائر وإلى الخيرين العراقيين أنه يساعدون هاي المرأة العراقية لأنه فقدت الأمل بمن يصفون نفسهم بالسياسيين السنة تحديدا، وبعد ذلك السياسيين بشكل عام بالعراق، أنه هم اللي وصلوا المرأة العراقية والعائلة العراقية إلى هذا الوضع المأساوي، فما مستحيل تناشدهم يعني، فهي تناشد شيوخ عشائر وتناشد الطيبين والخيرين ومن لديه القدرة على المساعدة في العراق. ويانا السيد عبد الله من جرف الصخر، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله. عبد الله نص صوت التلفزيون، نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون لو سمحت. اخوي احنا مهجرين من منطقة المشال. نعم. انا مهجر من منطقة العويش. نعم. وصار لنا 7 سنين قاعدين بالخيام. نعم. الله وكيلك ومحمد كفيلك، متاجرنا من 2014 لحد الان. نعم. وخيمنا راحت ومطره تغرقنا، جهنم تمرضت من البرد، وفرش ماكو، خيم تعبانه، ملابس ما عندنا، اكل لا حول ولا قوه، نتعشى ما نطيق. نعم. بدا بالحيلات قوه ندبر لنا خبزه عداش ماكو. والله يا عم حال الضيم حالنا. نعم. وننشد اخوتنا اهل اهل الطيبين، الحكومه ما تستفد علينا. نعم. عمي رجعه ما ترجعونا. اذا ترجعنا الحكومه احنا نريد من المحافظ الانبار ان يخصص لنا مكان او يخصص لنا كرفانات اللي نقعد. شنو اللي ابننا والبارحه من البرد مرضت وسنايمه بالفراش بين الحياه وبين الموت. نعم. لا حول ولا قوه الا بالله، وين اهل الشرف واهل الغيره وينهم؟ وعبنا ملينا من هذا الدمار اللي احنا فيه. لو ينطونا سعمنا يسوون لنا جواز خنهج من العراق، لان احنا مو عراقيين، لو احنا عراقيين كان كانوا علينا. اكدنا الحر بالحر وهذا الشتاء فوقنا الحر وقعدنا. يعني سيد عبد الله بس حتى يعني سامحني بس حزيد احباطك شويه. محافظ الانبار لو يريد يهتم كان اهتم بهالديرته اول شيء قبل لا يهتم بناس ثانيين، مع احترامنا انتم كلكم عراقيين. لكن هو اهل الانبار دي خابرونا حال الضيم حالهم، شلون تريد يوفر لك كرفانات؟ اذا ما ينطي كرفانات خلي يحط لي مكان اقعد بيه ثاني، وين اروح؟ احنا وين نروح؟ بتقول لي منطقتنا ما ترجع ولا يرجعونا، وين نروح؟ يعني شلون لا نظل لا نسمع ولا نلقاها يا ابن عمي؟ والله العظيم والله تدمرنا. الله يعينكم، الله يعينكم. انا اشكرك يا عبد الله. اي تفضل تفضل يا عبد الله. اسمع، جابوا لنا هذا المول مال المساعدات، حتى جابوا لنا اياه وشالوه. نعم. شاله ادري ومن عندك اللي يرجع لنا يا للجبل. نعم. نريد مساعدات، نريد فراش، نريد نبض، نريد شيء ناكل، طلاب قعدت، ما عندنا لا حول ولا قوه. الله يكون بعونكم. انا اشكرك يا عبد الله من جرف الصخر، وهذا طبعا صوت يوصل الى الجهات الحكوميه اللي حاليا تقوم بعمليه غلق المخيمات وطرد النازحين منها، محاوله اجبارهم الى العوده الى مناطقهم. طيب اللي حترجعوهم الى مناطقهم
رجعتوهم. طيب اهالي المناطق اللي الحكومه نفسها ممنوع انه هي تدخلها، شنو مصير هاي العوائل اللي موجوده في هاي المخيمات؟ اهالي جرف الصخر ممنوعين من العوده الى مناطقهم منذ اكثر من 6 سنوات، الحكومه نفسها ما تقدر ترجعهم. طيب شنو مصيرهم من حتطلعوهم من هاي المخيمات؟ وين حتودوهم؟ شنو مصير هاي العوائل من نساء واطفال ورجال كبار بالسن، مرضى ومعوقين وغيرها من حالات انسانيه كثيره، شنو مصير هذه العوائل من حتطلعوهم من هاي المخيمات ومناطقهم ممنوعين هم من العوده اليها؟ شنو مصيرهم؟ وين حيروحون؟ وين حتوديهم يا حكومه؟ ويانا مروه من الموصل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ محمد؟ اهلا وسهلا، حياك الله. حياتنا القاعدة الرافدين. اهلا وسهلا. طبعا كنا نازحين بس رجعنا. نعم. وهسه والله العظيم قاعدين ببيت هيكل. نعم. يعني من ما بي بس البوب نفس الشباب العفو. وبيت هيكل صار المرة. وقاعدين حالتنا بنابه تعبانه وكنا معوقين. وخذوا دمه وخذوا اخويا بتهموه وسجنوه. شنو السبب؟ ليش حكومه الجنون؟ ما بينطونا لا مواد ولا قاعد، يعني ما بينطون حتى قتل ما بينطونها. شنو هو بريء؟ كل شيء ما عنده مظلوم، ايش يحكمونه؟ كل 15 سنه مش شنو اجاهم ظلم؟ نعم. كل شيء ما عنده، يعني هو كذب وصغير وتزوج على خطيه ماكو شغل ما اخذوه. والله كاظمي ماكو انتخابات، ما تعرف ماكو انتخابات، ما حد انتخب. نعم. ورحت له دخل انتخاب ما نجيبها. هاي ما تدري الكاظمي، اتمنى يسمعني. ما تعرف عام ماكو انتخابات. والله مزدور مظلوم كل شيء ما عنده، والله تهمش بريء شكوى خذوه. انتم بيا جانب يا مروه؟ يعني بري كل شيء. نعم. انتم بيا جانب من الموصل؟ من الايسر. من الايسر. طيب اذا الايسر، اذا نعم. انتم بالايسر وعايشين ببيت هيكل، شنو وضع الجانب الايمن؟ وضع وضع ماساوي، نوبة حالة تعبانه وهياكل كل ما سمعتها بيوت نفس العالم. نعم. ليش اصير العالم بالمخيمات؟ ماكو بيوت، ما عندها، وين يرجعون؟ نعم. شلون عايشين يا مروه؟ شلون عايشين ومدبرين اموركم؟ والله اخواني صغار يشتغلون يعني عمال. نعم. ايه رجوع يوميه، مرات اكو شغل ومرات ماكو، ما ينطون لا مواد ولا رواتب ولا اي، حتى الغاز ما ينطون للعالم. نعم. يعني العالم وين تروح؟ هو مسجون وبريء. الان شو تسوي؟ وين تروح؟ ظلم ظلم الظلم. نعم. يعني شوف الظلم. الله يكون بعونكم. وكنا حاولنا حالتنا تعبانه فرد مره. نعم. هسه يطلعون مسجونين على الظالمين، على الظلم هيك شيء. من جاب الارهاب؟ هم جابوا الارهاب على المواطن وسبينا والعالم فيه. نعم. الله يصبركم يا مروه، الله يصبركم ويكون بعونكم. انا اشكرك من الموصل. اشكرك مروه. وخلنا نسمع صوت علي من جرف الصخر، تفضل يا علي. فقدنا الاتصال ويا السيد علي من جرف الصخر، يحاول الاتصال بينا مره اخرى. طبعا موجود علي؟ علي من جرف الصخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا علي. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله، كل الهنا، تفضل. استاذ محمد. نعم. نعم يا علي. تسمعني؟ اي اسمعك، تفضل، كل الهلا، حياك الله. تدري معاناة النازحين، تعرفهم انت. نعم. احنا استاذ محمد اليوم سمعنا الاخبار بالتلفزيون. بس علي صوتك لو سمحت يا علي شوية، ما دا اسمع. الاخبار اليوم تابعناها على التلفزيون. اي. على قناة تجلي. اي. معاناة تجري في الصخر، معاناة العوسات، ليش ما ترجعونهم من هاي السوالي؟ أي. يقولون جرف الصخر ما ترجع يمنا إلى يوم الدين. ليش؟ ما أعرف هاي شيء سوالف وما شكل هذا الكربون. هذا منو بده يقول؟ هذا منو بده يقول هذا الكلام؟ أبطوها على قناة تجري. طيب. إي نعم. إي. ما يدي رجعونا إحنا جرف الصخر هناك. مسوين قواعد بيها والله وكيلك قاعدين بيها واحنا هنا معانا نازحين. نعم. زفت بزفت استاذ محمد. الله يعينك. ما يرجعونا لديارنا احنا، احنا كم ذوب بنظل هنا، كم ذوب بنظل بالخيمه، يعني شلون بس استاذ محمد شلون ما يشوفونا حل استاذ محمد الحين؟ والله بدنا نحاول بدنا نوصل هذا الصوت ايش قد ما بدنا نقدر يا علي. نعم. القضائيه ما الحكومه ما يجيبون لنا اياها، هسه قاطعين عن التمن والطحين والسكر والدهن، ماكو لا من الحكومه ولا من هذين المساعدات، ماكو اثنين ماكو استاذ محمد. نعم نعم. والله يا استاذ محمد واحنا يعني معاناتنا زفت بزفت هنا هنا. يوم اخوي اذا اليوم هنا طلعت روحي يدش على الخيل ما يجيب شيء.
نعم. جوا احنا وخرنا عم علي يقول الطاعة تروح بعد ما ظل الخيماني. نعم. والله يا استاذ محمد بس اتمنى يشوفوا لنا حل طالب بديار مدري نرجع عليه احنا استاذ محمد كم يوم والله هنا بهالمخيم. الله يكون بعونكم يا علي ويصبركم على ما ابتلاكم. أنا أتمنى صوتك يوصل يا علي، أنا أشكرك للمشاركة. أتمنى صوتك يوصل إلى الحكومة اللي بعد ما انتهت العمليات العسكرية بجرف الصخر من 6 سنوات طلعوا على القناة العراقية الحكومية، قناة العراقية اللي تمول من 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 خزينة الدولة العراقية من المال العام، حاسبيها علينا قناة الدولة، أنه طلعوا أغنية تمجد وفرحانة بتحرير جرف الصخر، هاي في بداية العمليات العسكرية قبل 6 سنوات. طيب 6 سنوات وطلعتوا هاي الإعلانات مالتكم الحكومية وأغاني عن تحرير جرف الصخر وكذا، الناس ذولا ليش مانعيهم من العودة؟ شنو الحكومة اللي فاقدة سلطتها على قطعة من الأرض العراقية وتتكلم بالسيادة؟ بأي وجه حق تتكلمون بالسيادة وانتم اهالي مناطق عراقيين ضمن قطعه جغرافيه عراقيه داخل العراق، مدى تقدرون ترجعوهم او مدى تقدرون تدخلوها انتم يا سياسيين ويا حكومه؟ ويانا نزهان من صلاح الدين، تفضل. السيد نزهان من صلاح الدين، فقدنا الاتصال ويا نزهان من صلاح الدين. طيب نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. مساحة الحبوبي السلام عليك. الآن بناء خيم، غرف مو خيم. إعادة نصب غرف وليس خيام. مساحة الحبوبي كما تشوفون بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستمع إلى صوت السيد جبار من جرف الصخر، تفضل يا جبار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تفضل يا جبار. السيد جبار. نحب ننقل معاناتنا إلى قناة الرافدين. تفضل حياك الله. الله محييك، احنا بنعاني معاناة نعاني معاناة صعبة كلش. نعم. نعم. سيد جبار تسمعني؟ نعم معك اسمع. اتفضل كمل. فأريد نوصل الصورة على مناطقنا، على ديرتنا اللي هي جرف الصخر، يعني احنا نباوع على الحكومة. نعم. نباع الحكومة، نباع الوزارات، نباع على وزارة الهجرة والمهجرين، تنظر لنا نظرة يا اللي يجينا أو يلتقي بينا يقول يا بنتوا ما لكم عودة، شغلكم يم الدولة. هذا منو هذا اللي يقول لكم هذا الكلام؟ هم أبناء الدولة يقولون شغلتكم يم الدولة.
نعم. البارحة طلع النائب محمد الكربولي من محافظة الأنبار على قناة دجلة وهي تتسحر. تدري شو يقول البارحة محمد الكربولي؟ يقول شغلتكم حتى الله ما يقدر يرجعكم، استغفر الله يا ربي. نعم نعم. يعني لما يطلع شخص ضمن العملية السياسية ويتكلم بهاي الطريقة، طيب يعني طبعاً احنا إذا كان المسؤول بالدولة يتكلم بهاي الطريقة، شنو إذا وظيفة الدولة؟ خلي يقدمون كل من استقالته ويروحون لبيوتهم إذا هم ما يقدرون حتى يرجعون الناس إلى منطقتهم. احنا يصيبنا كل الإحباط من أي سياسي يطلع وهو مسؤول بالدولة العراقية، من كان نائب ولا كان وزير ولا كان عضو ولا كان محافظ ولا كان قائد عمليات، يعني وما ينطينا أمل وما ينطينا فشي يفرحنا ويفرح أهاليتنا ويفرحنا بمنطقتنا. احنا شنو راح يصير ردنا على هيك مسؤول يعني؟ والتقينا ممثلي رئاسة الوزراء، التقينا مستشارين السيد الكاظمي، التقينا وزراء، التقينا نواب، ولا واحد انطانا بصيص امل للعوده للمنطقه مالتنا. يعني قول مو عراقيين، قولوا انتم مو عراقيين، قولوا انتم مو عراقيين، قولوا انتم مو هذه، حتى نشوف طريقنا، نلجا للدول العربيه، نلجا للاجانب، نلجا وين ما كان. نعم. فاحنا يعني ما صارت هاي بتاريخ التهجير، بتاريخ الدول، بتاريخها كلها ما صارت هاي. يعني 7 سنوات منطقة تتحرر، أول منطقة، أول قرية بالعراق هي تحررت جرف الصخر، ومعلوماتها بكل الدول، وباقية. ليش باقية؟ احنا ليش دولة؟ علي من جاي يصيح نفرض هيبة الدولة؟ علي من؟ علي من جاي؟ يا هيبة الفرضوها، يا مساعدات للطوها، يا هيبة الفرضوها، يا مساعدات للطوها. الله يخليك، الله يخليكم اخواني، هاي عوائل بذمتكم، كلكم راعي وكل مسؤول عن رعيته، حرام عليكم امام الله هيك تسوون بالعالم. يعني لا منظمات مجتمع مدني تباوع، لا حكومة تباوع، لا نواب تباوع، الى متى اطفال شباب معاقين؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكون بعونكم يا جبار. سيد جبار من جرف الصخر، أنا أشكرك للمشاركة، ونتمنى صوتك يوصل إلى المسؤولين، إلى من يتكلمون أنه هاي المنطقة ما لهم رجع أهلها منا اليوم القيامة. لما يتكلم واحد بالدولة العراقية بهاي الطريقة، يعني خلاص أنتوا شنو دوركم إذن كأشخاص تطلعون على وسائل الإعلام فرضين نفسكم على الشعب العراقي أن أنتم مسؤولين؟ ماكو أحد يقدر يعاتبكم، ماكو أحد يقدر يحاسبكم، وتتكلمون عن هيبة الدولة والعراق والدولة المستقرة وسيادة البلد ومن هاي الأمور، وين هذا الكلام كله وأنتوا منطقة صار لها 6 سنوات أو 7 سنوات مثل ما تقولون حررناها من الإرهاب؟ طيب حررتوها من الإرهاب، أهلها ليش لغاية اللحظة ممنوعين أنه يرجعوا لها؟ ويانا السيد أبو احتلال من واسط، تفضل يا أبو احتلال. أبو احتلال من واسط. طيب ويانا السيد حسين من الفلوجة، تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الله يبارك بيك، بس لو تنصينا صوت التلفزيون شوية سيد حسين. بالنسبة أستاذ محمد، أنا نازح من منطقة العصاي قرية الحالات. نعم. لأن الدولة هناك ياها ولا عوضتنا وبيوتنا واسعة ولا أكو بها خدمات ولا عدونا بها كهرباء. نعم. وبالنسبة لي يعني كتبت المنظمات على العودة أكثر من مرتين. نعم. وما طلعت دعودة، بعدين بيدي أنا رحت على السيد
استاذ شاكر العيسى وغير مغام العامري وسوالي كتاب للسيد محافظ الانبار. طيب وبعدين محافظه الانبار سووا لي كتاب للسيد غايد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام. أي. وارسلوا لي العوده وسع العوده عندي من 5/11 لحد الان. لا تبعد تجي المنظمات ترجعنا ولا تبعد الدوله مثلا تجي تبلغنا تقول ارجعوا من دياركم. نعم. حتى لو ناخذ الخيم لبناها فوق الالغاز مال الدور مالتنا لان احنا اصحاب اراضي هناك زراعيه واصحاب املاك. نعم. احنا هسه قاعدين بخيم هريئه جدا وتسقط علينا الامطار احنا وعوائلنا واطفالنا. الله يعينكم. واريد من خلال قناتكم الكريمه يصل صوتنا للمسؤولين وخاصه السيد غائم مغام قضاء عمليه الصمود شاكر محمود عبود العيساوي. نعم. بس يعني انا اشكرك يا سيد حسين من الفلوجه، بس تصحيح سريع. عمليه الفلوجه هاي مال عمليه الصمود وما ادري شنو هاي المصطلحات الحكوميه اللي طلعتها اللي ما لها علاقه بكل التوصيفات اللي بدها توصف المدن بها اللي بدها تريد تسمي على مزاجها وعلى كيفها، وهي ما عندها القدره انه تفرض هيبتها على مناطق في العراق، ما لها الحق انه تغير التسميات عاش بها ابنائها واجدادها من عشرات مئات السنين على هالمسميات، تجي هسه تغيرها بكيفها؟ طيب بيكم خير، روحوا حرروا المناطق هاي، فعلا حرروها من بطش الميليشيات اللي مانعه ناسها واهلها من العوده اليها. فارجو طبعا هاي الرسائل هذا الكلام انه يسمعوه اهالي مدينه الفلوجه، اهالي المدينه بعد عمليه الفلوجه، هاي القرى والمناطق والاقضيه والنواحي اللي الحكومه غيرت اساميها على اساس ان ورا ما خلصت من داعش، وكانه داعش هو اللي كان مسميها عمليه الفلوجه. فيعني نتمنى انه بس يصير اكو انتباه من الاهالي انه ما ينساقون وراء هاي التسميات والمصطلحات الحكوميه اللي لو السلطه تقدر فعلا او جريئه كان حررت مناطق فعلا من بطش الميليشيات وعادت نازحيها اليها اللي هم صار لهم 6 سنوات وسبع سنوات ممنوعين من العوده اليها. ابو علي من الواسط تفضل. ابو علي من الواسط فقدنا الاتصال ويا ابو علي من واسط. طيب، مفوضيه حقوق الانسان قالت ان حكومه الكاظمي مصره على عوده النازحين الى مناطقهم رغم هشاشه الوضع الامني وانعدام فرص العمل وانهيار الخدمات الاساسيه فيها. عضوه المفوضيه فاتن الحلفي قالت ان حكومه الكاظمي تحاول ارجاع النازحين الى مناطق تشهد هشاشه امنيه او عوده عكسيه للنازحين لا سيما في محافظه ديالى، وأشارت إلى انهيار البنى التحتية في تلك المدن. أضافت فاتن الحلفي عضوة مفوضية حقوق الإنسان في البرلمان أن الحكومة تجبر النازحين على العودة إلى مناطقهم رغم عدم إكمال معاملاتهم الثبوتية وفقدانهم وثائقهم الرسمية. يشار إلى أن العديد من المنظمات الإغاثية طبعا والإنسانية الدولية أكدت تعرضها للتهديد من قبل حكومة مصطفى الكاظمي ومنعها من دخول العراق في حال انتقادها عمليات عودة النازحين القسرية إلى مناطقهم رغم المخاطر المحيطة بهم وفقا لوكالة فرانس بريس. هذا الكلام على لسان فرانس بريس، منظمات إغاثية دولية واجهت تهديدات من قبل حكومة مصطفى الكاظمي لمنعهم من الحديث عن الوضع المأساوي لعملية إعادة النازحين إجباريا إلى مناطقهم المدمرة. هذا كلام من وكالة إخبار دولية رصينة. من عندنا؟ السيد ابو علي من واسط تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير لجمهورك. بصراحه انا نعم. خليني بس اتكلم، يعني يا ريت المفروض من رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء يتابعون البرامج الحواريه. نعم. حتى يشوفون النقد الموجود، وكل وزير يتابع البرامج. رئيس الجمهوريه بصفته كرئيس جمهوريه يوم 25/11/2020 نعم. مغلد التغريده. يقول في اليوم العالمي او اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المراه يشرفني ان انضم الى نداء الامين العام للامم المتحده. انت طبعا استفزني العراقيات الخوات اللي كان في القسم الاول من البرنامج. اي يعني انت من تكتب تغريده سواء احد كتبها لك او انت كتبتها. اي يعني ما حسيت بالخجل؟ ما فكرت بينك وبين نفسك
أنا أكتب شيء مناقض؟ نعم. يعني ما أجت بين عيونك أنت ما لازم النساء اللي تعرض العنف داخل منازل وصاحب عائلة وعندها مشكلة. زين هذه الأطفال والنساء اللي مشردين. نعم. اللي مهاجرين داخل بلدهم. لأول مرة نسمع بدول العالم كلها إن أكو وزارة هجرة بدولة. نعم. وزارة الهجرة بالدول الثانية تستقبل المهاجرين من برا دولهم. بس احنا كعراقيين نهاجر من دولتنا الى مخيمات. نعم. يعني هذا صاير بالعالم او يعني من كتب التغريده هذه ونشر طبعا هو كتاب رسمي ما يستحق من اطراف اذاعتكم او تلفزيونكم لكن المفروض من عنده انه يعني على الاقل يا اخي حس بالخجل من نفسك. يعني تطبق المثل ان لم تستحي يعني ما احترامي الكلام حضرتك سيد ابو علي، احنا هسه اذا نجي نتكلم باخلاقيات السياسيين الموجودين فمن نجي نطبق على أرض الواقع نلاقي التصرفات الكلام غير الأفعال الموجودة على الأرض، فما راح نجي نجادل أو نعاتب هؤلاء على أن هم شي صرحون وشي طبقون على الأرض. احنا بس نقول أنه شنو مصير ذول الناس من نساء وأطفال وكبار بالسن مرضى معاقين وغيرها من حالات إنسانية صعبة جدا، شنو مصيرهم من يطلعهم حكومة مصطفى الكاظمي أو أي حكومة كانت سابقة أو حتجي وراها تطلعهم من خيامهم وتوديهم ترجعهم إلى مناطقهم الأصلية اللي هي صايرة تراب. هسه المحافظات المنكوبة صايرة تراب. طيب شنو مصير ذول العوائل من يرجعون إلى مناطق عبارة عن تراب؟ هم أستاذ محمد ما مفكرين مصيرهم، احنا سبق وتحدثنا بهذا الموضوع. هو كان إجبارهم على العودة للمناطق. نعم. يعني حتى مو شرط انه تكون يعني منطقته او لا. نعم. اهم شيء يرجع حتى ياخذون البطاقه مالته ويصوتون بها بالانتخابات القادمه. هو مو زي لان انت مين معقوله ترجع ناس من مخيم كان نايم بكم سنه الى حياته بدون حتى سقف. نعم. وهذا الشتاء الموجود. نعم. هذا مستحيل يعني لا العاقل ولا حتى المجنون يفكر بها. نعم. هذا معروف استاذ محمد يعني. انت مو انا من اصلح هذا الامر وقلت لحضرتك انا قلت انه على الاقل خل احد يسمع انه احنا هذه التصريحات الموجوده يمكن رئيس الجمهوريه على الاقل صح هو جاء نتيجه الاحداث. نعم. لكن مو مثل هذا اللي يجي اللي يتكلم ويقول انا جيت حتى اصلح وحتى اكشف القتله واخر شيء طلعت شيء ماكو. رئيس الجمهوريه من ينظف ويستقبل باسم رئيس جمهوريه. نعم. بس هذا الاكثر والاقل انا مو يعني لا انا فاهم حضرتك انا فاهم شنو الفكره اللي انت تقولها. هم لو 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 سياسيين قد المنصب اللي هم بيه وقد الصفة اللي موضوعت لهم رئيس الجمهورية العراقية هذا المنصب المفروض انه يحط له اعتبار وقيمة يعني يخلي قدامه اسمه وسمعته كشخص لما هو يكون بهذا المنصب، فأي تصريح يطلع على كلام حضرتك طبعا منطقي وسليم، أي تصريح يطلع من مسؤول بهاي الصفة المعنوية انه يطلع يصرح ويقول المرأة العراقية ونرفض العنف ضد المرأة، طيب شنو اللي دا يصير ضد نساء العراق بالداخل وبالسجون والمعتقلات؟ وينك ضد هذا الرفض؟ كلام حضرتك سليم، لكن بالعراق الموضوع اختلف ورا 17 سنة من هالخدع الإعلامية اللي صدعت العراقيين، بعد خلص هذا الكلام شلون يعني بعد ما يفيد، ما ياكل خبز على قولتهم. فالموضوع هسه نتكلم بسياسات لأنه ذولا كتصريحات شبعوا العراقيين وعودوا تصريحات. نعم. هو لأن ما يستحق هذا المكان ويشرف نفسه وما يستحقه. نعم. يعني أشكرك أستاذ محمد. شكرا جزيلا سيد أبو علي من واسط. ويانا سيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. أستاذ محمد حياك الله. بالنسبة طبعا هاي وزارة الهجرة والمهجرين يعني ما وقفت ساكنة ما قدمهم أي مساعدات للمخيمات. نعم. المفروض يكون حل يعني جذري، يعني حل جذري شون هذول النازحين اللي صار لهم أكثر من 4 سنوات بالمخيمات. أكو. نعم. بعض المخيمات بيوتهم يعني ما يفصل بس الأسلاك الشائكة بينهم وبين المخيم، يعني قراهم جدا قريبة. نعم. لكن المشكلة وين؟ هاي الحرب اللي صارت بين إرهاب داعش. نعم. والإرهاب الحكومي. نعم. دمرت القرى ودمرت المساكن ودمرت الموصل وصلاح الدين. نعم. وصار ضرر بالبيوت مالتها،
يعني نعم. كل النازحين هو مو يقعد بخيمه وعايف بيته ماجره او فتشي او بيته دبل فاليام وعايفه، كل نعم. البيوت تجرفت من جراء الحشد، الميليشيات، اكو قرى تجرفت بالكامل قريب نعم. بدياله وبصلاح الدين والعوجه وجرف الصخر، واكو مشاكل المفروض حلها جذريا، اكو نعم. مشروع كان عندهم الهجره والمهجرين يكذبون على العالم وعلى الراي العام نعم. موضوع الكرفانات، يعني المفروض بيهم يعني اخلي لك كرفان بالباب البيت او داخل البيت، لان بيت عباره عن هيكل او عباره عن اركان مال قذيفه او مفجر او غيره او محروق، المفروض بيها تحل هاي الازمه مال العوائل النازحه وترجعها لقراها معززه مكرمه مو بهانه. كل النازحين الموجودين اللي عندنا اتصال بيهم يقول يعني اجباري رجعوهم، يعني اللي يريد يرجع ويسوف موضوع انساني يجيهم نص الليل وصياح ودفرات وناس ملثمين وغيرهم يشدون المخيمات. احنا قبل شوية يمكن حضرتك سمعت سيد صباح نعم. اكو ناس من جرف الصخر اتصلوا بينا قالوا احنا ممنوعين من العودة الى مناطقنا من 6 سنوات من 7 سنوات. طيب احنا نقول انه دولة اللي الحكومة هاي السياسة مع عملية افراغ المخيمات واعادة النازحين بالنسبة للناس اللي ممنوعين، حتى الحكومة ممنوعة انه تدخل مناطقهم، طيب شنو مصير هاي العوائل؟ وين حيروحون؟ الحكومة دا ترجع ابن المنطقة الفلانية إلى بيت المهدم، طيب آمنا بهذا الموضوع، لكن اللي ممنوعين إلى العودة إلى مناطقهم دولة وين يروحون؟ بالطبع راح يبقون مهجرين وعايشين بالإيجارات وعايشين على المساعدات الناس الطيبة، أو يبقون بخيم هاي الخيم اللي لا تدفيهم من برد ولا تؤويهم بالشتاء والمطر والرياح واللي جاي يصير بيهم معاناة، ولا حتى تصلهم مساعدات حكومية تعزهم وتشبعهم. جرف الصخر احنا نعرف كل العراقيين جرف الصخر مسيطر عليه من قبل منظمة بدر ومن قبل الحرس الثوري وحزب الله، وكلها صايرة مقرات، ونتحدى الحكومة رئيس الوزراء او وزير الدفاع اللي هو محسوب على السنة ان او اي سياسي سني او برلماني سني ان يدخل بالموكب مالته اللي يتباهون بها ببغداد ويفترون بها في شمال العراق، اتحداهم اذا يقدر يدخلون الى جرف الصخر شلون اهلهم يدخلون، وهي يا عائلة تقبل وزيرة الهجرة إيفان ترجع عليها جرف الصخر. الموضوع مع جرف الصخر أكبر من وزيرة الهجرة وأكبر من رئيس الوزراء، لأن الموضوع مرتبط بحزب الله وبالحرس الثوري، فجرف الصخر من 7 المستحيلات يرجعون على ظل هيج حكومة طائفية عنصرية. فإحنا هسه مشكلتنا بالمحافظات السنية مثل صلاح الدين والموصل وديالة وحزام بغداد والأنبار فيها مخيمات لحد الآن، ليش؟ يعني همين هذول اكو حشد واكو ميليشيات عندنا احنا بهاي مناطقنا السنيه، المفروض تشكل لجنه من محافظ من المحافظ ومن القضاة، يعني تشكل يعني مكافي لجان مكافي لجان. نعم المفروض بيهم اذا هم جديين لجنه عشائريه، شيوخ العشائر هم اللي هسه مصدرين المشهد وهم كل شيء ما مقدمين خدمه طيب. للناس على الاقل هاي الخيم اللي يعني مع الاسف معيبه على العراق، النساء والاطفال نعم. يعيشون بخيمه على حدود المحافظه، منطقه ترابيه ومشكلين بها هذا مخيم وغيره. انا سيد صباح انا اشكرك، الوقت انتهى. شكرا جزيلا سيد صباح من بغداد، أشكر جميع المشاهدين الكرام والمشاركين معنا في حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.